هذا ميساج صغير لواحد الفئة ديال الناس كاينة في حياتي. ولا النفاق ديالكم في هذا الوقت بحال السلام عليكم، ولا حاجة روتينية خاصك ضروري ديرها كل نهار، لدرجة وليت كنشوف أكثر الناس اللي دايرين بيا كلامهم في جهة وأفعالهم وتصرفاتهم في جهة أخرى. وأكثر حاجة كنكرهها في هذا النوع ديال الناس هو أنه عندهم جوج ديال الوجوه، وجه كيديروه فاش كيكونوا قدامك وكيعاملوك به، وجه الآخر كيركبوه فاش كيكونوا مور ظهرك.